نتائج لقاءات الاياب النهارده خلينا نقولها لحضراتكم كده كونجو تعادلوا مع زامبيا 3 3 زيمبابوي تعادلوا 0 0 مع جنوب افريقيا نيجيريا اكتسحوا السودان 5 0 غينيا خسروا قدام كوت ديفوار 2 1 مالي فازوا على المغرب 1 0 وتونس فازوا على الكاميرون 2 1 وزي ما قلت لكم اخر اللقاءات لقاء الجزائر مع غانا